استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة الإسماعيلية، استقبلت وفدا من ممثلي عدد من النقابات والكيانات الداعمة للمرشح. ورحبت هيئة مكتب الحملة بالوفد، مؤكدة أن الحركة النقابية هي حركة مهمة، واستقبال الحملة للنقابات والكيانات هو خير دليل على تواصل الحملة الدائم مع كل الفئات. كما أكدت هيئة مكتب الحملة بالمحافظة دور الكيانات والنقابات في دعم مؤسسات الدولة ودعم جهود المرشح على مدار السنوات الأخيرة في حماية مقدرات الوطن. وإحنا النهاردة طبعا بنقول لكل الناس في الإسماعيلية إن إحنا واقفين وقفة رجل واحد بالنسبة للانتخابات، وبإذن الله يوم 10 و11 و12 يبقى فيه دعم شعبي غير طبيعي بالنسبة لأبو سوير إن شاء الله كمركز ومدينة أبو سوير، لأن احنا مقتنعين بالمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لرئاسة جمهورية مصر العربية في الفترة القادمة في 6 سنوات، حفاظا على أمن مصر وأمنها. النهاردة شرفنا بحضورنا مع الحملة الرسمية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسماعيلية، وسمعنا مقترحاتهم، وإن شاء الله كلنا خلف القيادة السياسية، وإن شاء الله هننزل وندعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال المشروعات التي بدأها، وإن شاء الله كلنا يعني وإسماعيلية تشهد الجموع غفيرة بأمر الله. عزمنا على إن احنا نجتمع ونيجي للمقر الرسمي لحملة السيد المرشح عبد الفتاح السيسي علشان نعلن الاصطفاف، مش خلف فقط المرشح عبد الفتاح السيسي، خلف الدولة المصرية، لأن احنا عندنا من الوعي ما يكفي لأن احنا نقدر نقيم الأكثر جدارة والأكثر قدرة على قيادة الدولة المصرية في خلال 6 سنوات قادمة، وفي هذه المرحلة المفصلية والمهمة من عمر الدولة المصرية وعمر الوطن العربي والشرق الأوسط وإن لم يكن من عمر العالم كله، فاحنا مش هنلاقي أفضل ولا أقدر ولا أقدر من المرشح عبد الفتاح السيسي. النهاردة جينا حضرنا اجتماع الحملة الرسمية والإسماعيلية لرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمعنا للاقتراحات والرؤى من القيادات واللي اتكلموا. طبعا احنا كشباب وقيادات في الأنطرة متعطشين جدا ليوم الانتخابات عشان نثبت للعالم كله ان احنا ورا القيادة وورا رئيسنا، وازاي عاوزين يستكمل انجازاته، وازاي احنا وراه في كل المشاريع اللي هو بيعملها اللي هي تبقى تعود علينا بالخير لينا ولولادنا في المرحله الجايه باذن الله.